السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله راح ندير معكم مقتطفات من هذا الطلبيه. عندي طلبيه تاع بقلاوه وتاع ليمونشو، كنت خدمتها، مش راح ندير لكم يعني كل حاجه بالتفصيل على خطر الوصفات راني دارتهم معكم من قبل. راح نخلي لكم روابط الفيديوهات هذوما في صندوق الوصف بالنسبه للبنات اللي ما شافوش الوصفات واللي حبوا الوصفه بالتفصيل. المهم البنات، يعني راح نتكلم لكم على موضوع بزاف 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 مهم. هذا الموضوع يعني راني نلقاه بزاف تعليقات، خصوصا في الآونة الأخيرة، يعني في الفيديوهات التالية تاع لي كوموند. هو يعني كيفاش تنظمي وقتك، كيفاش راكي موفقة بين دارك وأطفالك والخدمة. يعني تقريبا نفس السؤال يعني راهو ينطرح ونلقى منه بزاف. اول حاجه راح نقولها لكم البنات هي اني انسانه كيما كامل الناس، عندي 24 ساعه في اليوم، نقدر نكون مقصره في حاجات بزاف. يعني ما يغركمش الفيديوهات اللي نحطهم سواء انا ولا القنوات الاخرين، ما تقدروش تحكموا على الناس غير من الفيديو هذاك، ولا تقولوا راهو منظم ولا راهو عايش مليح ولا، يعني ما كاش وحده فينا كامله، الكمال لله سبحانه وتعالى. فقط يعني الواحد لازم يكون مرتب الأولويات تاعو، يعني كل واحدة فيكم تعرف الأولويات نتاعها وترتبها، يعني تبدأ بالحاجات المهمة. وأكيد أكيد يعني الحاجة الأهم كامل هي توكلوا على الله واستعينوا به في الأمور نتاعكم. وكاين نقطة مهمة واحدة أخرى البنات اللي هي المنواض بكري. على بالي يعني كاين بزاف دوكام يهضروا في هذا الموضوع. انا الحمد لله ما عنديش اشكال في هذه النقطة، يعني ملي كنت صغيرة وانا نوض عادي، نوض بكري. اكيد يعني كل واحدة فيكم تقوم بالواجبات الدينية نتاعها، هذا شيء مفروغ منه، يعني صلاة الفجر، ادعية الصباح، الورد اليومي، يعني هذو كامل نقوم بهم مع الصباح، ويعني مش راح يدوا الوقت بزاف، بالعكس راح يسهلوا لي النهار تاعي، راح ينظموا لي اليوم تاعي. هذه هي البنات، يعني هذه حاجة مفروغ منها. من بعد يعني من نقوم بالواجبات الدينية، هذاك الوقت اللي يقعد أكيد راح ننقص فيه بزاف حاجات. إذا كان ولادي يقراو يعني هذاك النهار، راني معهم، راني نوجد لهم وكامل حتى الوقت اللي يروحوا فيه. إذا ما كانوش يعني هذاك اليوم ما يقراوش فيه، نروح نبدأ مباشرة في الشغل تاعي. يعني أنا عادة نبدأ الشغل مع صباح. طبعا الشغل هذاك يعني يتبدل كل خطرة، واش كيفاش نخدم. إلى ما كانش عندي طلبية، يعني نقص حاجة نخدم هذيك الحاجة بالطبع، يعني على حسب المخطط تاعي. يعني إلى كنت معولة نسيق الصالون بالطبع، ولا نسيق غرفة من الغرف بالطبع، يعني كل خطرة ندير حاجة، يعني ما نديرش كلش على ضربة. وإلى كانت عندي طلبية اكيد مش راح ندير التنظيف العميق، ما نكذبش عليكم نقول لكم يعني نقدر ندير كلش. الا كانت عندي طلبيه نخدم الشغل خفيف خفيف، يعني مسحه خفيفه، من باش نروح يعني نبدا في الطلبيه. واكيد اكيد يعني انا المطبخ نتاعي يكون مسيق من قبل، نكون غاسله الماعن، يعني هذه حاجه ما نقدر لهاش البنات، ما نقدرش نروح نرقد في الليل والكوزينه تاعي فيها الماعن مسخين، ولا يعني الكوزينه ماشي مسيقه. هذه ايضا عاده فيا، ونتمنى كل وحده فيكم يعني تولي فيها. كي نوض الصباح نوض والنفسيه تاعي مرتاحه، يعني كي ندخل الكوزينه ونشوفها هكاك مقيه ونشوف الحوض تاع المطبخ فارغ، هذه بداتها يعني راح طلع لك المورال. هذه هي البنات، بلا ما ننساو التحضيرات المسبقة اللي عودتكم بها معايا، اللي نديرها يعني قبل ما نحكم الطلبية، هي اللي راهي مساعدتني بزاف. ما نحكوش على طلبيات اللي تجي على غفلة، هذيك يعني اللي تجي على غفلة راح أكيد راح نتفرفش، وأكيد راح نلقى صعوبات ومشاكل، يعني لكن أنا نحكمها خطرات على خاطر يعني ما كاش كيف نرجع زبونة هذيك، إلا كانت يعني زبونة دائما تخدم عندي ما نقدرش نقول لها لا لا. المهم البنات راني نهضر على طلبيات اللي تحكموهم اسبوع من قبل، هذو ما يعني ما فيهمش اشكال عادي، هذو ما يخوفوا ما والو، يعني بالتنظيم بالتحضيرات المسبقة راح تخدموهم عادي.
انا كيفاش ندير البنات كي نحكم طلبيه، خصوصا الا كانت كبيره. الاسبوع هذاك يعني مقبل ما نبدا طلبيه، اكيد بعد ما نكتب في الورقه يعني واش ندير كامل في اليامات، ننظم وقتي يعني في كل نهار واش نخدم فيه. قلت لكم هذاك الاسبوع اللي مقبل نخدم الشغل تاع البيت تاعي نخدمه بالطبع، الا كان يعني غبار ولا تسياق ولا يعني راح نجبد كلش، مام الحوايج نسي نغسلهم، حتى يعني نهار مقبل ما نبدا طلبيه ما يكون عندي والو في الماشينه تاع الحوايج. هذه هي البنات هكذا، باش الا ما كانش عندي الوقت يعني كي نكون نخدم في الطلبيه يعني الاسبوع هذاك تاع الخدمه، الا ما كانش عندي وقت عادي يعني من تكون دار تاعي يعني ديجا مخمله من قبل، الغبار راني مسحاته من قبل، يعني نهارات تاع الطلبيه كما قلت لكم نخدم شغل خفيف خفيف. هذا ما كان مام خطرات يعني كي يكونوا عندي طلبيات كبيرة، أنا خطرت يعني الماكلة ونطيب بزيادة، يعني نطيب قيس 3 أيام ولا 4 أيام وندير في الثلاجة، هكذا كي نكون نخدم في الطلبية هذيك كي يلحق وقت الحشاء ولا يعني يكون عندي واش نحط لهم، ما نروحش نضيع وقت وأنا الخدمات السنافية يعني تكون كل حاجة واجدة. هذه البنات يعني طريقتي أنا، يا كيما على بالكم يعني لازم الحيلة مع الخدمة باش يعني تكونوا موفقين بين الدار وبين الخدمة. وكما قلت لكم البنات هذا ما يمنحش اني نكون مقصره في حاجات بزاف بزاف. نعطيكم مثال، كما لاحظتوا معايا يعني هذو اليامات كانوا عندي طلبيات ما شاء الله، كاين يعني يامات ما فيهمش كامل طلبيات، كما كاين يامات يجوا يعني كوموند مور كوموند، الحمد لله على كل حال. قلت لكم يعني هذوك اليامات تاع الخدمه ولادي تشهاو الحوت ولا سردين، وبحكم اني كنت مع الخدمه وخفت اصلا الريحه تاع الحوت يعني تلصق في الحلويات، انا داري كامل مفتوحه يعني الا درت حاجه كيما هكذا يعني كيما الحوت ولا السردين الدار كامل تولي غير الريحه تاعها، على بها فهمتهم بلي ما نقدرش هذو اليامات حتى نكمل الطلبيه وندير لهم واش حبوا. هنا البنات يعني راني نشارككم مشترياتي، هنا كملت الطلبيه خرجت شريت لولادي الحوت، واكيد يعني ندوز على اللي يبيع مستلزمات حلويات، يعني ندخل على جال حاجه فقط نعشي شاريه يعني بزاف حاجات. المهم راح نشارككم مشترياتي البسيطه، شريت هذو اللي راكم تشوفوا فيهم كيما هذو مال البنات، هذو زوج شريتهم ب 16000، احتجت انايا المول هذاك راح نديرو في التزيين تاع الكيكه. هذا هو ورق الارز البنات اللي يعني راهو بزاف يعني يستعملوه، شريتو 8000 للوحده، وهذو الريشات ايضا راهم دايرين حاله، راح نديرهم لكم ان شاء الله في الوصفات القادمه. هذو هما البنات بعض المشتريات توعي، قلت لكم يعني نخرج على جال حاجه وحده، شوفوا يعني نعشي شريه بزاف حاجات. المهم هذه هي المشتريات توعي، قلت لكم شريت لهم ايضا الحوت، راح نطيب الحوت في الكوشه، راح نشارككم الوصفه. انا شريت نوعيه هذه دوراد، وجدت صينيه درت لها ورق زبده باش ما يلصقليش الخضر والحوت في الصينيه، راح نوجد شرموله. هنايا درت في اناء درت كميه من الثوم، درت لها المعدنوس كما راكم تشوفوا، نزيد معاهم ملعقه موتارد، يعني نفضل نضيف الموتارد على عصير الليمون، نحب يعني النكهه تاع الموتارد. المهم من بعد نديرو التوابل، هنا ما حبيتش نكثر بزاف توابل، درت الملح فلفل الكحل ودرت شويه فقط نتاع الكمون، ما حبيتش نكثر توابل كما قلت لكم باش نبقى محافظه على النكهه تاع الحوت. من بعد ضفت زيت الزيتون باش يعني الوصفة تاعي تكون صحية 100%، من بعد خففتها بشوية ماء وخلطتها، هاي ليك تحصلت على هذا الشرمولة. جبت الحوت من بعد درت له خطوط هكذا بالموس باش تدخل له كامل هذيك الشرمولة داخل هكذا، وندير له في هذوك الشقوق ندير كامل الشرمولة اللي حضرتها ما من الداخل هنايا هكذا كما راكم تشوفوا، ندير حوالي نصف فقط، والنص اللي قعد لي راح ندير فيه الخضر، درت البطاطا درت البصل مقطع هكذايا شرائح، ونزيد الطماطم كيف كيف، ونزيد زروديه هكذا البنات، من بعد خلطتهم كما راكم تشوفوا.
زد شويه ماء ونحطهم في الصينيه كيما راكم تشوفوا. هكذا قلت لكم نكون دايره ورق زبده هكذا باش ما تلصقليش الخضره وما يلصقليش الحوت في الصينيه. نسقمهم هكذايا ونحط فوقهم الحوت ونغطي الحوت تاعي بالورق الزبده ونزيد فوقه ورق الومنيوم وندخله للفرن. انا دالي حوالي ساعه في الفرن على خاطر يعني الخضره الا درتو الحوت وحده يعني راح يدي لكم حوالي 20 دقيقه فقط. المهم نروح نطيبه. هنا زدت له فقط يعني رشه زيت زيتون وقلت لكم نطيبه في الفرن. وهاو ليك الشكل تاعو بعد ما طاب جا ما شاء الله. كي ما تكثرولوش توابل يعني يجي بزاف بزاف بنين مع الخضر جا بزاف هايل. هذه هي البنات الوصفه تاعها اليوم. ان شاء الله يكون عجبكم. ان شاء الله يكون عجبكم هذا النوع من الفيديوهات. ما تنساوش البنات ديروا لي جام باش تشجعوني وتدعموني. نتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله.